الأسرى والمختطفون، تبادل عادل أم صفقات مجحفة؟ تحت هذه اللافتة تدور العديد من التساؤلات حول صفقات التبادل المتعددة بين الميليشيا والمقاومة. ملف الأسرى والمختطفين في اليمن من أكثر الملفات المعقدة والشائكة التي يختلط فيها ما هو عسكري بما هو مدني، بين من تعرض للاختطاف من منزله لأسباب سياسية وآخر أسير حرب في قلب المعارك تجري عليه قوانين الحرب المتعارف عليها. لا خريطة عمل واضحة بخصوص صفقات التبادل، وما يتم الحديث في العناوين الإخبارية يشمل الحديث عن لجان وساطات دون ما الإفصاح عن طبيعة تلك اللجان وتفاصيل عملها، وهل تتم تحت إشراف السلطة المحلية والجيش الوطني أم لا. صفقة تبادل الأسرى الأخيرة تضمنت اتفاقا بين جماعة الحوثي في صنعاء ومجلس تنسيق المقاومة في محافظة تعز بشأن صفقة تبادل شاملة للأسرى والمعتقلين والجثث وبيانات المخفيين في محافظتي تعز وإب. الاتفاق تضمن العديد من البنود الغامضة والمجحفة، خصوصا البند العاشر الذي اتفق فيه الطرفان على أن يكون التبادل شاملا لجميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين دون النظر أو الاعتبار لعدد التبادل في الإجمالي من الرقم والعدد أثناء التبادل، لا يرتبط العدد مقابل العدد. متابعون يرون أن الإجحاف في صفقات التبادل الأخيرة يكمن في تحويل المدنيين إلى أهداف للأسر مقابل الإفراج عن القتلة ومجرمي الميليشيا، وهذا يتنافى تماما مع حقوق الضحايا ويشجع الميليشيا على اختطاف المزيد من المدنيين. تغيب المنظمات الإنسانية في أغلب الأوقات عن ملف الأسرى في اليمن، وتغيب معها المضامين الإنسانية القانونية، خصوصا تلك المتعلقة بالتفريق بين أسرى الحرب والمختطفين والمخفيين قسرى الذين تم اختطافهم عزلا بسبب رأي أو انتماء سياسي.